Salam alaikum, chers élèves. Alors, faire de la vidéo en jeu, la leçon numéro 2, mais la partie de l'électricité ou le caraba, et le doros de l'ostus, raqam jouj. Très bien. Alors, madame la barakatillah, maintenant la leçon s'intitule le circuit électrique simple, et ce dialogue, le circuit électrique simple. Le circuit est d'arracho. Électrique carabaïa simple albaceta jo. Then on chauffe même un tara carabaïa. Et then les objectifs d'un n'a je vais apprendre à connaître et identifier les éléments d'un circuit électrique simple. Et j'ai l'aime un arifa ou à jarra et ou un ouhadida des éléments d'un circuit électrique simple, يعني العناصر ديال الدارة الكهربائية البسيطة, يعني من ماذا تتكون, وغنشوفو يعني غنتعلمو la réalisation ou bien réaliser un circuit électrique simple, يعني كيفاش نديرو نركبو واحد دارة كهربائية بسيطة, حنا يعني غنديرو تجربة. إذن هنا نتوما طبيعة الحال غديروها في القسم أو اللي بغا يديرها في المنازل راه ساهلة في المنزل ديالو. إذن هنا شيماتيزي أن سيركوي إلكتريك, يعني كيفاش كندير يعني تنرسمو ديك سيركوي إلكتريك, يعني تنشيماتيزيوها, يعني كنديرو ليها واحد الخطاطة ديالها. إذا هادشي غنشوفو إن شاء الله. ديستانغي لي كونديكتور إي دي زيزولون إلكتريك, غنميزو ما بين لي كونديكتور يعني أرسام الموصلة للكهرباء والأرسام العازلة, يعني جيت تسمى العوازل, يعني المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء, يعني اللي كتدوز كهرباء واللي ما كتدوش كهرباء. très bien, نبداو على بركة الله. هنا قال لك كيت سون لي كونستيتيون دو سيركوي إلكتريك دو سات بيسيكليت, ما هما المكونات ديال الطارة الكهربائية ديال هاد البيسيكليت هذا. يعني هنايا هاد البولة اللي كتشوفو تتكون عندي في البيكالا لور, يعني هذيك راه عبارة عن كاملة لو سيركوي إلكتريك الدارة الكهربائية ديال البسيطة, يعني شكون كيعطينا مفهوم كيفاش تيشعل لي هاد المصباح. إذن هادشي اللي غادي نشوفو إن شاء الله في هاد لا لوسون هادا. هنا غنشوفو لي زيليمون دان سيركوي إلكتريك سامبل, غنتعرفو أول حاجة على مكونات أو عناصر ديال الدارة الكهربائية البسيطة. ألوغ جو بوز أون كيستيون, كيل سون لي زيليمون دان سيركوي إلكتريك سامبل؟ قالك ما يعني من هم عناصر الدارة الكهربائية البسيطة. جو بروبوز أون ريبونس, يعني اقترح جوابا, كي لا لامب لا بيل لي فيل دو كونديكتور لانتيريبتور موتور. يعني لا لامب وعقلو هنا خصكم تعقلو الاسماء, لا لامب هو المصباح. انا قلت جو بروبوز, يعني افترضت واحد الجواب, لا لامب المصباح, لا بيل البطاريه, لي فيل كونديكتور يعني الاسلاك الموصله, لانتيريبتور قاطع التيار, موتور محرك. انا افترضت هادشي وغنشوفو واش صحيح ولا خطا. اذا هنايا توجو غادي اما تتكون اكسبيريونس اما تتكون نحللو واحد الوثيقه. يعني هنايا عطينا جاناليز ان دوكيومون, يعني احلل هذه الوثيقه. لو طابلو سي دي سو كونتيان لي فوتو دو كيلك كومبوزون الكتريك, يعني قال لك هذا الجدول اسفل تيحتوي على صور ديال بعض المكونات الكهربائيه. Indiquez le nom de chaque composant électrique. Attendez, il est déjà que la composant, on a les composants. Et dans la dîche, il y a une jungle de l'air. Il y a la pile, la batterie. هذا مصباح, la lampe. هذا قطع التيار, l'interrupteur. هذا un fil, يعني خيط ديال الكهرباء. قال لك combien de bornes possède chaque élément présenté. يعني لي بورن تاعو خصكم تعقلوا عليهم, لي بورن هما الاقطاب, يعني قال لك شحال من قطب تيحتوي كل كومبوزون من هذا, يعني تيحتوي على جوج ديال الاقطاب. يعني كما كنعرفوا يعني اي مكون كهربائي عنده جوج ديال الاقطاب, دو بورن, يعني عنده الزائد والناقص, الموجب والسالب, بلوس والموان, صافي. دن دو بورن. قال لك هنا جو روتيان ان كومبوزون الكتريك كونستيتوي دو دو بورن اي ابولي ديبول, واحد مكون كهربائي او عنصر كهربائي كونستيتوي دو دو بورن, يعني اللي تيتكون بجوج الاقطاب كنسميوه لو ديبول, يعني ثنائي القطب.
فهم اي واحد اي عنصر كهربائي عنده جوج لي بول كيتسمى لو ديبول. دابا هذا ما يصبحش لو ديبول وي، هذا ديبول وي، ديبول ديبول اللي عنده بليس او موان. داكوغ الوغ جو باس ا لا باج سويفونت. اذا هنايا غنشوفو لو سيركوي الكتريك سامبل، الضاره الكهربائيه البسيطه. Je pose une question, de quoi est constitué un circuit électrique simple? Il y a un circuit électrique simple. Je propose une réponse. La pile, la lampe, les fils de connexion, l'interrupteur. Il y a une interrupteur basée. La pile, la batterie, la lampe, les fils de connexion, l'interrupteur. قطع التيار. اذا هنايا عندنا اون اكسبيريونس، جو رياليز اون اكسبيريونس، تجربه. رياليزي ان سيركوي كومبورتون اون بيل اون لامب ان انتيريبتور اي دي فيل دو كونيكسيون. قال لك هنا غتصايب ليا واحد الداره كهربائيه كتحتوي على اون بيل اون لامب ان انتيريبتور اي دي فيل دو كونيكسيون. هي هذه اللي كتشوفوا هنايا، فهم عندي لا بيل عندي الانتيريبتور وعندي لو ريسيبتور، عفوا لا لامب. اذا هنا الدور ديال لابيل يعني هاد البطاريه او الحجره هي سيتان جينيراتور، هي عقلتها على جينيراتور، هي مولد. يعني اي حاجه كتعطينا التيار الكهربائي، كتعطينا الكهرباء، لو كورون الكتريك هو التيار الكهربائي، كتعطينا الكهرباء يعني تتسمى مولد، مولد للتيار الكهربائي، ان جينيراتور دو كورون الكتريك. اذا هنايا عندي التيار الكهربائي ها هو كاين، يعني ديك الطاقه الكهربائيه، يعني الكهرباء باش تيشعل لي داك المصباح شكون تيعطي لي هو هاد لابيل هادي. اذا لابيل الدور ديالها سي ان جينيراتور، اذا تيخرج الكهرباء يعني التيار الكهربائي من القطب الموجب ها هو البليس، تيمشي تيبقى غادي تيدوز هنايا لو ريسيبتور المصباح، فهم يعني تي دوز عاوتاني من هنا. ولكن هنايا عندي لانتيريبتور اوفير، يعني عندي قاطع التيار يعني كي داير مفتوح. اذا هنايا ما غيمرش ليا التيار، غيوصل هنا صافي ما يبقاش يدور هنايا، دونك المصباح باش هنايا ما غيشعلش، فهم هنا في هذه الحاله ما غيشعلش لان لانتيريبتور اي اوفير، لان قاطع التيار مفتوح، فهم. اذا هنايا كتلاحظوا كاع مش عليا المصباح، قال لك هنا مانتونو لانتيريبتور اوفر، قال لك نخليو لانتيريبتور اوفر يعني هاد قطع التيار مفتوح، لان الدور ديال قطع التيار هو كيسمح بمرور او عدم مرور التيار الكهربائي في الداره الكهربائيه، فهم. هنا فيرمون لانتيريبتور اي اوبزيرفون لا لامب، هنا غنغلقو قطع التيار ها هو غلقناه، قال لك غنغلقو قطع التيار وغنلاحظو لا لامب ها هي شعلات، فهم. اذا هنا يقال انتيريبتور فيرمي، وهذا جينيراتور يعني هنا داز ليا الكورون يعني شعلات، ولكن باش داز من هنا عاوتاني عاود داز من هنا، هذا هو المنحى ديال التيار، هادشي غنشوفوه من بعد. هكا تيدوز التيار الكهرباء، ولكن الا داز من هنا ولقى هذا مفتوح يعني ما غيكملش لو كورون الكتريك، ما يدوش ليا من هنا، دونك بالتالي المصباح ما غيشعلش، فهم. الوغ جوبزيرف اي جانتربريت. هنا كو سباستيل كون لانتيريبتور اي اوفير، قال لك ماذا يحدث باش عندما يكون قطع التيار مفتوحا. هنا شنو تنقول؟ لا لومب نو ساليم با، يعني المصباح لا يشتعل، لا لومب نو ساليم با هي لا يشتعل. كو سباستيل كون لانتيريبتور اي فيرمي، شنو كيحدث باش لانتيريبتور تيكون فيرمي؟ لا لومب ساليم يعني المصباح يشتعل. كيل لو رول دو لانتيريبتور، ما هو دور قطع التيار؟ هو ليس او نو ليس با باسي لو كو ال، الا بغيتو تزيدو هنا اي ليس المهم ماشي مشكل، ليس او نو ليس با باسي لو كورون الكتريك، يعني يسمح او لا يسمح بمرور التيار الكهربائي دون لو سيركوي الكتريك في الداره الكهربائيه. تري بيان. الوغ هنا قال لك كو سباستيل سي لون سوبريم لا بيل دو سيركوي، قال لك شنو غي يحدث الا حيدنا لا بيل البطارية من لو سيركوي، يعني لا لامب نو ساليم بلي، يعني
المصباح ما غيشتعلش. علاش؟ لان هذا لا بيل هي سي ان جينيراتور، هي اللي كتعطينا ديك لو كورون الكتريك او التيار الكهربائي باش يشعل ليا المصباح. كذلك في المنزل مثلا، الا باش حنا تنقولوا راه تقطع الضوء، نو راه الكهرباء يعني لو كورون الكتريك مابقاش يعني ما يعني لا يمر في الدارة الكهربائية ديال المنزل، اذا مابقى يعني الضوء يعني المصباح ما شعلش لينا. اما باش كتنقولوا كيجي الضوء يعني يعني تيولي المصباح مفهوم. يعني مثلا ديك المكانه ديال الضوء شنو هو الدور ديالها؟ هذيك تنقول لك طلع المكانه هبط المكانه، يعني هذاك هو الدور ديال الانتيغيبتور، هو الدور ديال قاطع التيار، يعني كيسمح بمرور التيار الكهربائي. يعني باش نقولوا طلع المكانه، تنقولوا طلع المكانه يعني باش نقول لك هبط المكانه، يعني افتح التيار، يعني ما افتح قاطع التيار، يعني افتح الانتيغيبتور، يعني ما غيسمحش بمرور التيار الكهربائي في المنزل. طيب يا اذا بوتون سيبريمي لا لامب، قال لك هنا كيلي لو رول دو لابيل دون ان سيركوي الكتريك، شنو هو الدور ديال لابيل في الدارة الكهربائية؟ الوغ هي سي ان جينيراتور دو كورون الكتريك، هي مولد جينيراتور مولد للتيار الكهربائي. بوتون سيبريمي لا لامب دون لو سيركوي الكتريك، واش نقدروا نسيبريميو لا لامب؟ نو، ان لا لامب هي مستقبل ديال التيار الكهربائي. الى حيد لا لامب شنو غيوقع؟ غيحدث ليا واحد الكورت سيركوي، يعني دارة قصيرة، يعني حنا تنقولو كي وقع واحد الكورت سيركوي، نو يعني دارة قصيرة، يعني غتلف ليا الدارة هادي غتخسر، مفهوم؟ الى حيت المصباح صافي غتحرق ليا هاد البطارية هادي. دابا جو باس على لا باس سويفونت. Je retiens, un circuit électrique simple est une succession de plusieurs dépôts. دارة كهربائية بسيطة هي واحد التشابه ديال العديد من ثنائيات القطب. نعم، لأن تيكون ثنائي قطب حدا ثنائي قطب حدا ثنائي القطب، تربطو بيناتهم بالأسلاك التوصيل. On distingue entre deux types de dipôles. كنميزو بين جوج الأنواع ديال هاد ثنائيات القطب. لي ديبول كاين لي جينيراتور ولي ريسيبتور. لي جينيراتور هما اللي كيولدو التيار الكهربائي، كيعطيو مولد للتيار الكهربائي، ولي ريسيبتور هما مستقبلات ديال التيار الكهربائي، بحال المولد بحالاش، يعني الكري لو كورون الكتريك، يعني كي هما اللي الكري هما اللي كيولدوا لينا لو كورون الكتريك، التيار الكهربائي بحالاش، بحال لابيل البطارية، الباتري مثلا، الباتري ديال التليفون، يعني هو سي ان جينيراتور، مفهوم؟ يعني تيعطيني التيار الكهربائي باش التليفون ديالي كيخدم. لي ريسيبتور ايز يوتيليز لو كورون، هما اللي كيستعملوا او كيستقبلوا داك لو كورون الكتريك اللي جاينا من لي جينيراتور. بحالاش؟ بحال المصباح لا لومب، يعني كتستقبل التيار الكهربائي باش بوغ فونكسيوني، باش تشتغل. الموتور هو المحرك، يعني بحال مثلا داك الدينامو اللي كنبقاو نخدمو حنايا، حتى تنديرو الحجره، يعني ديك الحجره شنو هو الدور ديالها؟ هي الدور ديالها سي تان جينيراتور، ولكن الموتور هو سي تان ريسيبتور، يعني تيستقبل ليا لو كورون الكتريك من الجينيراتور باش يشتغل. الوغ هنا Ces dipôles sont reliés entre eux par des fils de connexion qui permettent de faire circuler le courant électrique. Les quatre thunaïyat al-qutb, les générateurs et les récepteurs, sont reliés entre eux, fima bainahum, bash, biwasitat, les fils de connexion, biwasitat, aslak, at-tawsil, yani sluka, ديال الضو تنقولو حنايا, aslak, at-tawsil, qui permettent de faire circuler le courant électrique. هاد الاسلاك التوصيل هي التي تسمح يعني بمرور، ماشي يعني تسمح بحال قطع التيار، يعني هي اللي كيمر فيها التيار الكهربائي، يعني تتخلي يعني كي بيرميت دو فير، يعني كتخلي يعني التيار الكهربائي يدوز فيها، مفهوم؟ لانها اسلاك موصله، يعني موصله للتيار الكهربائي. اذا هادشي غنشوفوه عاوتاني من بعد، غنشوفوا الاجسام الموصله والاجسام العازله اي الغير موصله للتيار الكهربائي. اذا هنايا قال لك بور كوموندي لو باساج دو كورون اون يوتيليز ان انتيريبتور، يعني باش نتحكموا في مرور التيار الكهربائي او عدم مرور التيار الكهربائي كنستعملوا ان انتيريبتور، يعني واحد قاطع التيار. Lorsqu'il est ouvert, parce qu'on a un tiers ouvert, il ne laisse pas passer le courant électrique dans le circuit. Yani,
لا يسمح باش يكون القطع التيار مفتوح. Il ne laisse pas passer le courant électrique dans le circuit. Il est يسمح بمرور التيار الكهربائي في الدارة. On dit que le circuit est ouvert. باش تيكون التيار عفوا الانتربتور اوفر تنقولوا ان الدارة مفتوحة، يعني لو سيركوي اوفر دارته مفتوحة. يعني باش يكون التيار القاطع التيار مفتوح تنقولوا الدارة مفتوحة، باش يكون مغلوق تنقولوا الدارة مغلوقة. عاوتاني هنا لوغسك لي فيرمي، يعني باش يكون الانتربتور فيرمي يعني مغلق او مغلوق. اي لاس باسي لو كورون الكتريك دون لو سيركوي، يسمح بمرور التيار الكهربائي في الدارة. اون دي كو لو سيركوي اي فيرمي، نقول ان الدارة اي فيرمي. ما معنى فيرمي؟ يعني مغلق مغلوقة، دارة مغلوقة أو مغلقة، دارة مغلقة يعني غيس تسمح يعني تيدوز فيها لو كورون إلكتريك. تخي بيان، دابا غنشوفو لا شيماتيزاسيون دان سيركوي إلكتريك. كومون شيماتيزتون أن سيركوي إلكتريك؟ كيفاش يعني كان شيماتيزيو كنرسمو واحد الدارة كهربائية؟ جو بروبوز اون ريبونس بار دي سامبول نورماليزي، يعني بواسطة رموز يعني نورماليزي اعتيادية. اذا هنايا توجور عندي هذا لو دوكيمون، هذا اللي غناناليزي اللي غنحللو. هنا قال لك اوبزيرفي لو سيركوي سي دوسو اي سا شيماتيزاسيون لانتيريبتور اي اوفر. قال لك لاحظ هذا لو سيركوي اللي لتحت وسا شيماتيزاسيون، يعني الرسم ديالها يعني هنايا لانتيريبتور اي اوفر. قال لك هنا قاطع التيار كي داير مفتوح، يعني هنايا يعني هذا شنو كيمثل ليا هذا الرمز هذا، يعني اللي عنده الزائد والناقص هذا ثنائي قطب ديبول، ولكن شكون هو؟ اذا هذا هو لابيل، الرمز ديال لابيل. قطع التيار هو هذا، يعني قطع التيار مفتوح الرمز ديالو هو هذا، عقلوا عليه. وهذا هو المصباح، الرمز ديال لا لومب المصباح. اذا هاد الرموز خصكم تحفظوها تعقلوا عليها. تري بيان، الوغ هنا نشوف قال لك اوبزيرفي لو سيركوي سي دو سو اي سا شيماتيزاسيون لانتيريبتور اي فيرمي. عاوتاني لاحظ ليا هاد لو سيركوي هادي والشيماتيزاسيون ديالها، يعني هنايا لانتيريبتور في هاد الحالة كيداير فيرمي يعني مغلوق. اذا هنايا لو ديبول لابيل هي هادي، ها هو لانتيريبتور فيرمي الرمز ديالو بحال هكا. لا لومب يعني مشعلة، يعني لونها بصفر يعني غتشعل، لان هنايا لانتيريبتور فيرمي ولكن باش كان اوفر يعني ما غاتشعلش. تري بيان، الوغ اون باس ا لا باج سويفونت. هنا قال لك كيل سون لي سامبول دو لا بيل اي دو لا لامب، شنو هما الرموز ديال لا بيل وديال لا لامب، ديال البطاريه والمصباح. لا لامب لا بيل الرمز ديالها هو هذا، يعني زائد هنا والناقص هنا، وهذا هذا الخط هذا تيكون كبر من هذا الخط هذا. إذن هذا هو لو سيمبول، عقلوا عليهم. عاوتاني لا بيل هذا هو الرمز ديالها. كيلي لو سيمبول دو لانتيريبتور اوفر دو لانتيريبتور فيرمي؟ قالك شنو هو الرمز ديال لانتيريبتور اوفر؟ قطع التيار مفتوح وقطع التيار مغلوق. اذا قطع التيار مفتوح هو هذا الرمز ديالو، قطع التيار مغلوق هو هذا. قال لك كومون سون ريبريزونتي لي فيل دو كونيكسيون، كيفاش ممثلين لي فيل دو كونيكسيون يعني اسلاك التوصيل، التمثيل ديالهم يعني غير بخط يعني خطوطه. يعني كيف ما كتشوفوا هنا في الداره هذه، يعني عندي الرمز ديال لابيل، يعني هاد الخطوطه هادو هما لي فيل دو كونيكسيون اللي كيربطوا ليا بين لانتيريبتور ولا بيل ولا لامب، يعني هما اسلاك التوصيل. تري بيان، الوغ نشوفوا جو روتيان دابا. Bien, hein, je retiens qu'un circuit électrique est représenté simplement par un schéma électrique. قال لك هنايا الدارة الكهربائية تمثل يعني ببساطة باغ ان شيما الكتريك، بواحد الخطاطة كهربائية. قال لك لي ديفيرون دي بول سون ريبريزونتي باغ دي سامبول نورماليزي، يعني مختلف ديال ثنائيات القطب كنمثلوها باغ دي سامبول نورماليزي، يعني بواسطة رموز اصطلاحية او اعتيادية.
Les symboles des épaules sont reliés entre eux par des traits horizontaux ou verticaux qui représentent les fils de connexion. Il y a les grands mots de la thunaïa du Qutb, les humains, le misbah, la pile, le misbah, la batterie, sont reliés entre eux, il y a une combinaison par des traits horizontaux ou verticaux. Il y a les traits, il y a une العوارض يعني كما هنا قلت لكم عارضة يعني إما أفقية أو إما أفقية أو عمودية كي ريبريزونت لي فيل دو كونيكسيون يعني هاد لي فيل دو كونيكسيون يعني مرتبطين بين يعني أسلاك التوصيل الرمز ديالهم هو خط يعني تيكون إما أفقي أو عمودي. تخي بيان ألوغ هنا عقلوا على ردوا دابا معايا البال مزيان. قال لك لا ديمارش ريسبكتي بور ريبريزونتي أن سيركوي إلكتريك إي لا سويفونت يعني الطريقة اللي خصنا نحترموها باش نمثلو واحد السيركوي إلكتريك واحد الدارة كهربائية هي كالتالي. قالك دون لو سيركوي إلكتريك جيدونتيفي شاك ديبول يعني في كل دارة كهربائية كنحدد كل يعني ثنائي القطب يعني أي دارة داكشي اللي عندي فيها هو اللي كنمثل. جو تخاص لي سامبول دي ديبول أو كرايون أ بابي كنرسم لي سامبول ديال ثنائية القطب أو كرايون يعني بالكرايون في الورقة. Je relie les symboles des épaules entre eux par des traits tirés à la règle et au crayon à papier. يعني قال لك كنربط بين هاد لي سيمبول دي ديبول هاد الرموز تاع لي ديبول تاع ثنائية القطب. يعني قلت لكم هاد ديبول يعني اي عنصر كهربائي عنده جوج الاقطاب كيتسمى ديبول. يعني كنربط بين هاد لي ديبول يعني مثلا المصباح قطع التيار بطارية هما دي ديبول يعني ثنائيات القطب تربط بيناتهم بواحد العوارض تيغي ا لا ريغل يعني كان يعني كنسطروهم بلا ريغل او بالكرايون ا بابي يعني اما تيكونوا افقيا او عموديا كما هنا كما هنا كيف ما كتشوفوا هادو اما افقي او عمودي ما خصوش يجي مايل. La forme générale du circuit électrique doit être rectangulaire. قال لك الشكل العام ديال الدارة الكهربائية خصو يكون مستطيلي يعني ما خصوش يجي عبارة عن دائرة ولا مثلث إذا تجي بحال مستطيل فهم. إذا هنايا قال لك لي سامبول دي ديبول دواف اتر بلاسي سور لي كوتي دو ريكتانجل جامي دون لي كوان. قال لك هاد الرموز ديال ثنائية القطب خصها تكون سور لي كوتي على هاد الأضلاع هادو يعني ما خصهاش يعني مثلا هاد البطاقة هاد لابيل هادي ما خص الرمز ديالها ما نجيش نديرو هنايا في الكوان في القنج ولا هادي نجي نديرها في القنج ولا المصباح نحطو في شي كوان يعني خص يكون هنايا يعني في الكوتي في الضلع فهم. إذن لو طابلو سويفون غوبريزونت لي سامبول نورماليزي دو كيلكو ديبول. قالك هاد الطابلو هذا كيعطيني تيمثل ليا يعني الرموز ديال الاصطلاحية ديال بعض ثنائيات القطب اللي غادي نتعرفو عليها شي وحدين تعرفنا عليهم دابا شي وحدين غنتعرفو عليهم ابخي. يعني لا فيل يعني فيل يعني سلك لومب يعني مصباح ها هو الرمز ديالها هادو هما الرموز اصطلاحية لي سامبول نورماليزي. موتور محرك ديود هاد لو ديود هذا غنشوفوه من بعد يعني غنشوفو الدور ديالو شنا هو. هاد الديل كذلك غنشوفو الدور ديالها يعني هادو راه غتكونو تتشوفوهم مثلا يعني هادو غتكونو تتشوفوهم بعض الأجهزة الإلكترونية فهم. ريزيستانس هاد المقاومة غنشوفو واش هي شنو الدور ديالها. بيل هذا شفناه يعني البطارية. جينيراتور كونتيني واحد مولد مستمر للتيار يعني مولد مستمر يعني تنرمزو ليه بالجي دائرة وسط الجي وهنا تنديرو بليس موان يعني ما معنى بليس موان بليس هو ملي كيخرج ليا لو كورون إلكتريك التيار الكهربائي. انتيريبتور ا باسكول يعني انتيريبتور ا باسكول عندنا جوج الانواع ديال قاطع التيار عندنا هذا ابوسوار يعني هذا ا باسكول يعني كنهبط ولا كنطلع الى هبط بحال هكا تيتسمى انتيريبتور فيرمي الى طلعت انتيريبتور اوفر ولكن غالبا حنا كنخدمو غير بهذا. انتيريبتور ا بوسوار هو هذا اللي كندفع يعني هنايا الى طلعت هذه تيكون اوفر ولا هبطها كيكون فيرمي فهم. Très bien, alors je tourne la page. Très
Très bien, alors dit, je m'entraîne, je associe chaque circuit à son schéma. Le schéma circuit 1. Une batterie, fil, batterie واخا اش لاحظوا معايا هنا واخا قلبت الرمز يعني هنا ماشي مشكل واخا تنقلبوا الرمز ماشي مشكل ها هي ماشي تقلب الاشارات يعني الكبير هو اللي عنده اشارات زائد الصغير هو اللي عنده اشارات ناقص اذا اوجوج ديال المصابيح هما هادي شنو عندي مصباح وهذا اللي كتشوفوا هنا محرك وهذا قطعة شيه اذا فين هو واحد يعني هالمصباح حداه يعني ربطناه بواحد السلك هنايا محرك ها هو موتور وقاطع التيار مفتوح ها هو كتشوفو مفتوح قاطع التيار مفتوح ودايرين سلوك هنا فهم الوغ هنا قالك اون كونسيدير لو شيما دان سيركوي الكتريك سي كونتر قالك نعتبر هاد لو شيما ديال واحد الدارة كهربائية اللي عندنا هنايا قالك ايدونتيفي لي ديبول اتيليزي دون سو سيركوي حدد ليا ثنائية القطب اللي استعملنا هنا في هذا لو سيركوي اذا كاينين جوج لا بيل و لا لومب يعني البطارية والمصباح ديتيرميني لو نومبر دو فيل دو كونيكسيون نيسيسير بور رولي لي ديبول قال لك عطيني العدد ديال الاسلاك الضرورية باش نربط هاد لي ديبول هادو اللي عندي هنايا في هاد الدار اذا شحال من سلك ها السلك الاول مفهوم وها السلك الثاني وها السلك الثالث وهذا السلك الرابع إذن أربعة ديال الأسلاك يعني كيف ما كتشوفوا هنايا قال لك parmi les montages 1 et 2 quel est celui qui correspond au schéma قال لك بالنسبة للتركيب واحد مونتاج 1 et 2 شكون هو اللي كيناسب هذا لو شيما إذا باين هو هذا إذن هنايا ردوا معايا شحال من سلك هنايا عندي ها واحد عاوتاني ها جوج عاوتاني هنا ها ثلاثة أربعة إذن هذا علاش قلت لكم قبيلة أربعة Très bien, alors j'espère que la vidéo a dit, vous a été utile. Ou maintenant, c'est juste partager avec vous, ou like, c'est comme l'ombre.